طيب الزمالك بيطلع الجيش بكره، مش يوم بعد بكره بعد اسف، بكره ماتش يوم برضو الثلاثاء صعب. نادي الزمالك ماتشاته هيتلعب في الاستاد لغايه اه دلوقتي، ما انا طلع الجيش ما انا قال قلت لغايه لك دلوقتي في انا الاستاد. قلت لك الراجل هو عايز يلعب في الاستاد، الملعب بالنسبه له ملعب كويس، وانت عندك فرقه المفروض ان انت عايز تكسب، الملعب فيه مساحات، فالراجل مش موافق يلعب الا في الاستاد في بس الغالب. طلع الجيش فرقه مش سهله مع الكابتن مش طارق سهله بصراحه. طبعا، هو ما فيش فرقه سهله، وخصوصا ماتشات الزمالك. الزمالك زي ما بقول لك، احنا فريق الزمالك 10 11 لعيب، كمان لما بيغيب منك لعيب اتنين بتاع الكلام ده مؤثر جدا. مؤثر. انت شيكابالا مش موجود، التغييره اللي كنت بتعملها بتنزل تغير لك، الماتش اللي فات مش موجود والماتش اللي جاي مش موجود، فبتفرق. امام عاشور ما كانش موجود الماتش اللي فات، فرق. فالدكه مش على قدر الناس اللي موجوده جوه، وفي ناس كمان مستواها الصراحه من الماتش توقعاتك ايه اللي فات. للمباراة بتاعت الزمالك والطلائع؟ ان شاء الله الزمالك يكسب باذن الله. الراجل بيشد الناس بشكل كويس، صعب اللي تلاقيه اللي هو يخسر ماتشين ورا بعض، فان شاء الله هو مش باذن الله. صعب، لا هو مش صعب في مش الكوره، لانه الزمالك وحش، لان الفرق كلها بقى عندها ايوه طموح ما هو كبير مش صعب في دلوقتي، الكوره كمان، هو كمان انت بتلعب طلائع الجيش كمان الفرق لسه كلها عامل بقى ماتش عندها كبير مع طموح على النادي فكره. الاهلي وعلى فكره الاهلي وماشيين بشكل والزمالك كويس حتى الماتشات اللي بيكسبها الاهلي والزمالك بيكسب كلها بصعوبه، بصعوبه، يعني برضه مفيش سكور مبقاش في يعني. فرقه سهله ايوه دلوقتي، مفيش فرقه حتى بتكسبها ايسترن سكور. كامباني الزمالك ايوه ما كسبان بقول اخر لك، دقيقه. انا بقول لك مفيش ماتش هتلاقيه فيه سكور. هو الزمالك بس مشكلته اللي هو الاوراق البديله اللي عنده، لو حد وقع منك هتبقى فيه مشكله. طب اخيرا الزمالك طلب من اتحاد الكوره ان الدوري يخلص 30 يونيو، وقال لك ان انا عندي لعيبه هتمشي يتعوضوني، وانتوا عند الفيفا حاطين 30 يونيو ده تاريخ نهايه الدوري. اتحاد الكوره او رابطه الانديه بتقول ان احنا اول ما هنعلن الجدول الجديد لنهايه الموسم هيتغير دايركت الميعاد بتاع 30 يونيو، وهيبقى في نهايه اغسطس زي ما الجدول يقول، يعني على الاكونت بتاع الفيفا مفيش فيها مشكله دي. لكن هل ده يعني ان الزمالك بيمهد ان اللعيبه هتمشي؟ ايوه ما هو انت دلوقتي انت في بس دي لعيب مش مشكله، هيجدد معاك. اه ما لعيب مش هيجدد معاك زي اشرف بن شرقي هيمشي. يعني انت بتقول ان لعيب واحد غاب، ما يعني انا شيكابالا بكلمك التغيير انت او امام عاشور ما لعبش الزمالك ايوه انا اتاثر، طب بقول لك هتعمل ايه لو بن شرقي مشي ايوه او ما انا طارق بقول لك حامد ما انا مشي او بقول لك هو الدوري صعب على الزمالك عموما، في ظل اللي انت ما عندكش التيم اللي هو متكامل. انا قلت لك اللي عندهم فرقتين الاهلي وبيراميدز، ممكن اي حد يخش من هنا اي حد يخش من هنا بدل الموجود فيلعب عادي، لكن الزمالك اي لعيب بيغيب بيقصر. من حق الزمالك اللي هو يطلب اللي هو عايزه طبعا مصلحته. انت دلوقتي انت طب مش هيتصرف هيبقى ازاي بسرعه قبل ما نخ يعني الزمالك يعمل ايه؟ ما لهاش حل، يعني هيمشي اشرف بن شرقي، اعتقد ان لو الا لو اشرف بن جدد دي شرقي قصه تانية، اه لو جدد لو الموضوع فاجئ كله وجدد عقده دي قصه الموضوع تانية. هيبقى مختلف. ده كمان مشكله اكبر ان طارق حامد انت لحد دلوقتي ما خدتش قرار، وطارق لو ما ده انا جددتلوش. سامع ان خلاص اتنين حسموا اشرف وطارق. ايوه ما هو لو طارق مش هيجدد، طارق خلي بالك هو هيمشي بره مصر، فالناس فلازم بتتكلم عشان يمشي في هو لاعب ميعاد مصر. اللي فيه القيد وكل الكلام هيطلع الراجع ده. ويعمل فتره اعداد مع الفرقه اللي طب هو حلها هيمشي ايه؟ فيها. حلها ان الزمالك يشوف بديل بالنسبه لهم من اللعيبه اللي موجوده، هل ما ده فيش يعني حل. هل ده يفسر ليه الراجل اشتغل على فريق الامل واشتغل على القصه دي من دلوقتي؟ ما طبعا هو شغال، هو يعني بيشتغل ده على كل يفسر ليه من دلوقتي اشتغل على القصه دي؟ مليون في المية. هم اتكلموا في الموضوع ده، أو أمير في الخصوص اتكلم مع الراجل في الموضوع دوت، اصل إن ما لهاش حل، ما لهاش حل تاني طبعا. لانك تطلع من الناشئين او الشباب ما لهاش حل. بتمنى طبعا الدوري يخلص في ميعاد قريب، إن نادي الزمالك يكمل باللعيبة بتاعته، وده زي ما قلنا هو بسبب كل دوت الدوري بتاع كورونا اللي كمل عشان خاطر النادي الأهلي بس. كل حاجه فيها الاهلي. لا ما هو مش دي حقيقة، هو لا الدوري بايظ لحد دلوقتي عشان لا كده، مش حقيقه. كانوا خدوا الدوري وخلاص ولغيناه. بس نمشي في ميعاد مظبوط. وحياه النقط اللي بالاجزخانه، اه انه مش الاهلي، ده اتحاد الكره اللي بيقرر في الاخر، الاهلي يقول زي ما يقول لا او الزمالك يقول زي ما يقول. ولا يعني اتحاد الكره لو قرر اللي هو يلغي وهيبدا موسم جديد كان حد هيتكلم. كابتن احمد عيد شرفتني ونورتني، حبيبي الخميس نلتقي على خير مع اخوك بقى سيد ان معوض، شاء الله مع وما تكلموش في الخباثه تقول الباك له ليفت. تقلبوا عليا. الباك ليفت بتاعي انا، الهوب هو الباك.